أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما ذكره فضيلتكم من الاعتذار والاستغفار والترحم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع في وقعتي الجمل وصفين، هل نعلمه لطلابنا في المدارس ونذكره لهم؟ إذا كان عندكم في التاريخ مذكور اشرحوا لهم، أما إذا كان ما هو في التاريخ ولا في المقرر، ليس في المقرر، لا تجيبوا لهم شيء ليس في المقرر. أما إذا كان مكتوب في المقرر فلا بد من توضيحه وبيانه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.